مرحبا بكم، أنا سيف علي من إلكترونيك الشرق. ما هو الـ PNID؟ اليوم سوف أتحدث عن الـ PNID. مختصر P هو للبايبينج، ومختصر الـ I هو للإنسترومنشن، والـ D للدياجرامز. في المصانع أكيد أغلب المصانع بها كومبرسر أو بها نوع من البايبينج. لو نجي على البايبينج الهوائي اللي يغذي الاير كومبرسر، هذا الاير كومبرسر راح يغذي بايبات تربط المصنع اجزاء المصنع اللي يحتاج لها اير او يحتاج لها هواء مع بعضها، او يشغل لنا صمامات نيوماتيك، صمامات هوائيه بواسطه هذا الهواء، وكذلك ينربط جيج لقياس هذا كميه هذا الهواء، او ينربط ببامب، وكذلك اكو خزانات لخزن هذا الهواء. زين، منو اللي يقدر يستخدم هذا المخطط الـ PNID؟ مسؤول الصيانة او المشغل او المهندس او الموظفين. اذن هو مخطط الجميع ممكن يستفاد من عده. كيف نقرأ هذا المخطط؟ لو عدنا هذا المخطط، اولا لازم نقسمه الى اقسام. فرضا نختار كل مجموعة سواسيه، الكمبرسور على الجهة والأجزاء الأخرى على جهة أخرى. فرضا لو نأخذ فقط الكمبرسور من هذا المخطط الكبير، راح أيضا تلقى بيه تفرعات. أولا راح تلقى البايبينج، لازم تعرف اتجاه الهواء منين جاي يمر، وأكيد تلقى بيه أسهم تبين لك اتجاه هذا الهواء منين جاي يمر وين جاي يروح. زين، النقطة الأخرى وهي المقاييس اللي موجودة، الانديكيترات أو الترانسميترات الموجودة على البايبات. هذه أكيد لها رموز خاصة، وكذلك الصمامات الهوائية وصمامات الغلق والفتح أيضا لازم تعرفهم. كيف تعرف هذه الرموز؟ أكيد لازم تراجع مخطط PNID المعتمد أو الرموز تراجعهن اللي معتمدتهن الـ ISA. لهنا نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.